وقيبتي اللباد اي موضوع عنوان كيسو ها بناء بيت المسلم والحفاظ عليها اما اسمها قويس كمسلم كاه يي الى لنتيس وحان سوچي دين اي شيخ مصطفى حاج اسماعيل هارون مركي كي عوايين ايو قريق يكون نقض ام السلام ايا اركتين نبو عليه الصلاة والسلام سيدو امور ويسان يا واحد تنم حار دعايو وحكو يدي ما انت الصحابة دي وحان كلاكل ما يوحان فلين ساسان فريسد حجيرو عيدبا ويالوين وحي تنم انا حلقة بقو هيا إلهي رسولك سيادة وصحابة الله هذي نقا حلقة ككوحي ريويان نفكا قورع دبتنا اي حيرون ده مركي هكان انا تسميسي وحموقان سيعني انا يارن تطهير انا اتكن نقا نقا نينين ايانا وي سمعين دونان مركا سيوني نبو عليه الصلاة والسلام تلدي ومسلم ابو فلي وصار نقضي دبتنا نفكي سينو قورع اي حلقة سينو يروحي صحابة دي مركي هكان انو نبي فلي عليه الصلاة والسلام باي برابه إن حولي هدي جينا جورعان حيرتنا وكي حديث صحيح المامية ما لتسان أمور جوي سنين حير استان وسحير إن ما دحين شو جوين قاعد نبي لها يعني والنبي كخد ضيدون بكت أجنبي مركا ما دحين مش جوين قاعد نبي لها إنسان وأمور جوي سنين يعني امرأة يا نبي عليه الصلاة والسلام وحي كلطة لنا سامحي وما دا سيدي اللي ما مولي وحين لنا مركا قفك مؤمن كار دقل كيسة كمان مده هم الكوريا الدكتاتور نمضوا سادرادد هداد غورياغا ديكتاتور كوتا هاي امدا هداد او تيمادنا ساون باد نوقن دونتا مسايت في هداد ما مشنا ساون باد دتك مودي دونتا دمركاغي عرفتو ساد و داي امبا سودن دونتا ادا مدا خيال لوو دغايستا واخ ولبا ييري ساد كان كوتا هاي امبا هلكان كو نوقنيسا سادرادد وها هابون وتجارب بين لين غورغو وا مدرسه لغا سو بخو مدرسه دا هداد كو غولايساتو نين كو نوقتو معناهيد واخ ويان بلشده هوغانكيدنا نين باد كو نوقن كاريسا انت اوغو بدل لي ولذلك ايا وحي نكت المام ان النبي عليه الصلاه والسلام يدق كيسون الشوره داسي ودا تلماميا قفكا مؤمن كا مكا وها هبون غريغو انو مدح ييشو او نكو مدح كاي انو راعي له يا دمركي عرورتي او طاعي جيرتو او اديغا لا اقبلايا اديغو انو ديكتاتور اهين انو ريركا تلدا وخ كسيو او لا ودا تشدو الى نولوشا يا وانا قال لا ودا ربايا ان لا ودا تشدو او خيرك الله يسرى ايغا يا هلكو كجيرو waxay nu kala leenahay waxyaabahaas oo dhami waa waxyaabo u baahan qofku dhaqanka wax laga yaabo inuu khilaafsanaan jiray dhaqanka uu inuu khilaafsanaan jiray baa dhici karta bal saxaabada markii hore waliba quraysh dhaqankeedu wuxuu ku saleysnaa dumarka inaan juuq laga dhageysanin walidaalika waa umar ibn al-khattab xadiiskii saxiixa ku soo aroray bukhari wuxuu tilmaamay wuxuu yidhi anagu jaahiliyadii waxaanu ahaan jirnay buu leeyahay umar ibn al-khattab wallahi in kunna fi al-jaahiliya ma nu'iddu lin-nisaa'i amra anagu buu jahiliyadeedii haweenka waxbaba kama nan tirin jirin buu leeyahay tiradaba noogumay jirin xataa anzal allahu fiihinna ma anzal wa qasama lahunna ma qasam ilaahay buu yidhi ilaahay qur'aanku ka soo dejiyey oo arintooda ilaahay waxyi ka keenay oo waxa uu ilaahay kitaabka ugu yeelay mooyaane barigi hore anaga agteegada dumarku wax la tiriyaba kama yahayn buu leeyahay cumar bin al-khattab rawaayadka bukhari warinaya mid ka mid a wuxuu leeyahay haweenka وحبا كمان نورن جيرين الا يا الهي قرانك هو كشهي يعني اسلامك فلما جاء الاسلام ذكرهن الله بلا مركي اسلامك يمي بابا الهي ما قودا شيخ شغو لا ورما راينا لهن بذلك علينا حقا مركا ام بابا نوغا نبي نو دمر حق نو لي من غير ان ندخلهن في شيء من امورنا انو انا حدنا ارما هيغا سو دخ جلين جيرني بل حديث كان صحيح او حكوت المام يا عمر anoo arin aan leeyahay indhaindhaynaya buu yidho kolba ayaan meel iska taagayo ayay haweentu qabayla hadasho waxay ku tidhi law sanacta kada wakada maad sidaa iyo sidaa yeeshi cumar waa abu xanaaqo wuxuu yidhi maa laka walima haahuna na maxaa kaa galay anigii arrinkayga buu ku yidhi aniga ayaa arrintayda maxaa ku soo dhex geliyay fiima takallufuka fi amrin uriidu maxaad isugu soo tuuraysa ama u baadhbaadhisa arrin aan anigu wado markaasaa waxay igu tidhi buu yidhi cajaban laka ya bna alkhataab والله يا ركاب يا ابو ليه هي ولاد ابن الخطاب ما تريد ان تراجع انت ادغنا ما بربت دركين لو علعليو وان ابنتك اللي تراجع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حتى يذل يومه غضبانا ان انت ضربت النبي هذا الكي كو علعليس الا ما لن دن عرسنا دبا يعني يدو النبي محمد هذا الكي لو علعليني ادو دونيس انا وحما لو غودن بيلاد يعني وا دقن كي قريشات بل هو حت المام يا عمر انصار بامنوني مبوله يا دمر كو هذا الله يعني حق ايغي waxba balama odhan jirin buu yidhi dumarku baabkaasi looma furi jirin
على كل حال waxaa haboon gurigu inuu wada tashi ku salaysanaado mas-uuliyadda labaad ee ninka waxaa ka mid ah al-infaaqu cala al-usra inuu ninku dar yeelo reerka oo ilaahay baa wuxuu leeyahay wabima anfaqu waxyaabahan qiwaamada ku siiyey waxaa ka mid ah inaad nafaqo bixinayso nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa إذا أنفق المسلم على أهله وهو يحتصبها كانت له صدقة رواه البخاري ومسلم وحنا بقول عليه الصلاة والسلام قفك مسلم كي هدو أهل كيسة وحسيه إسقوا إلهي درتو حساب صنايا صدقة ونقنس بل وحنا بقول تلمام يا خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول حديث البخاري ورينيه waxla bixiyo waxa uu khayr badan baahidaada wixii ka sareeya waxaana ka bilowdaa buu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam cidda maxay cidda aad mas-uuliyadooda tahay ka bilow bale waxaynu leenahay nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaamu muslim tilmaamaya wuxuu ku tilmaamaya diinaarin anfaqtahu fii sabiili illah wa diinaar anfaqtahu fii raqaba wa diinaar تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته في أهلك أعظمها أجرا الذي نفقته على أهلك النبي عليه الصلاة والسلام دينار الجهاد كبحصه يا دينار أتقف الضون كحريصه يا دينار أتقف مسكين كصدق ريصته يا دينار كأترير كأغسيصه وحوى أجر بدن من النبي كأترير كسيصه يعني وواجب وين وقفك مؤمن كي وإن بدنا أهمية دسي يعني هاد ميل خلي ورتو وان قال تاجيني عرورتني الدمر كان يرير كا كان وحا وجب بدنا يدو هلك كرتو إن هذا يقصيسه وحين لنا ومسؤولية الرجع صارا قارهان إنه جوري جو قام في الراض إن هاد كل حساب تنتو حيا باقي يا ما ألا كابال مرني ينيتي إن هاد كل حساب تنتو جهاد فرض كفاية كوا ما وحيا ببضنا صدقات كلنا هاد بحصورنا إنه كم مهم سنتهاي تغير كاتسيسو أول صدقة كأجر بدن وإلهي أكتسا كخير بدنين التهي تنادين كفى بالمرء إثم أبو نبي قلت له قفك وحاب الدم بيوقفلا عدوا حلقه وذا قاضين وضيعوا عرفت هذه الدمر كاغين أدقاتي سوى ضيعوا دم بيبين تاساك وقفلا أبو نبي قلت له عليه الصلاة والسلام ومسؤولية وبه هي أنك ينقاضه وحين لين كواسي ومسؤوليات لقربه ما ملك قريقان لقحله mas-uuliyad baa jira laga rabo haweentuna si guriga kan ugu dhisnaan karo oo ay ugu horeyso inay ninka ateecdo oo ay ku xigto in ay isku daydo caruurteeda inay si fiican u tarbiyeyso oo ay ku xigto inay gurigeeda iyo arrimihiisa oo dhan xil qaado oo ay in badan ilaaliso ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku leeyahay fasaalixaat qaanitaat xaafidaat للغيب بما حفظ الله هوانك صالح صوبا إلهي أطيع سبحانه وتعالى إلى لي عرض قودي شرفته دي قر قودي رير كودة قرت لك مقيبا للي سبحانه وتعالى حديث كي النبي عليه الصلاة والسلام وقت المامة يين أيان الرعيتي وهي مسؤولة عن رعيتها هوانت إني أنا مسؤولية دي سارنتهاي وضيق وحي كدن بي قرقن إيا عرورتن إيا وحي شوقورن مامو الكيسة إن يدو حل قارس كسارت إن هو مسؤوليات كقواد صار وها مسؤوليات كي إذا كم إذا بيقول لنا إن هو ضيق إذا كذب بيسو وأي أطيع ده وحن لنا ما كان نساق قابنا لا بس شيء بقى كلا كده قرب سود سناد إلى القرآن كوي حكولي إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى وحيد فر يا بالي ده العدل إنه عدالة سميس إنه عدنا الظلم منين عدالة كوادات سمعين سواء محي إنه الله الظلمين إن الشرك الله ظلم عظيم إنه قالوا بين إلا يوحي حق لها إن قرطه توحيدها عبادها يوحي لقربها عدالة الله بادوا محي إنه نفط هذا الظلم منين وبالمعاصي أنا تكون ظلم منين عدالة صدحاتنا وإن أدتك خلا ظلم منين عدلو عدالة سمية وحوه الرئيسة قرية كان هداد عرورتا دو عدالة سمية سواء انت كلا تشعلانين اما انت نفقه دو كلا بدلين اما عين كان
inaad cadaalad samayso oo haweentaadu waxay xuquuq ugu lahayd ilaahda madaxee aad xaqeeda siiso. Galbeedka waxyaabaynu ku barannay waxaa ka mid ah waxbuu raggu maqmaqlay, lagana yaabo qaarkeedii wax ka yara jirjiraan. Haweenkiiba xuquuq badan la siiyey ama caynkan ama haweenkiiba raggiiba loo lambuu galayba ah haweenka iska dhicaysana oo iska reeb waxa baad socialka soo maqashaa maalkan baad kala timiyo loolanka. Waxaa ka fiican inaad dareento in mas-uuliyada ku saarantaa dadkan inaad tarbiyayso, hagaajiso, fiicinaysid markaad kala loolami lahayd, inaad wax tusaalaysid oo tarbiyaysid. Almas-uuliyadda koowaad, ninka shirkadda haystaa hadduu shaqaalihiisa la loolama ka waran shirkaddu socon maysa. Dee waxaay shirkaddu socotaa markaad shaqaalahaga marxabaysiso oo duru danahooda ka shaqayso caynka waxaa developmentka iyo horukaca shirkaddu markaasay badanaysaa. Uma gurigu wuxuu horumarayaa markaad in badan cadaaladda ilaaliso. Laakiin insaanku binafsiya waa iska khataa, waa dembi badan yahay, waa dhacdhac badan yahay. Ilaahay markaasi wuxuu yidhi waxaa la ydin farayaa cadaalad iyo al-ixsaan. Ixsaanku waxay yidhaahdaan culimmadu waxyaabaha uu ku mudan yahay waxaa ka mid ah waa xuquuqdaadii qayb ka mid oo aad ka tanaasusho, waxaad xaqa u lahayd qayb ka mid ah oo aad ka sii tanaasusho waa ixsaan, waa dheeraad. Qofku in xaq buu kugu leeyahay, walka inaad ka tallowda maaha, laakiin aad adigu dheeraad siisa adaa leh markaasiyo ama ku daraya ama ka daynaya. Baaciska ugu weyn ama sheyga ugu weyn qofka ku kalifay inuu in dheeraada bixiyaana waa kii xadiidka nebigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamayay an tacbud allaha kanaka taraa fain lam takun taraa fainahu yaraak, yacni inaad ikhlaas daraaddeed oo ilaahay agtiisa ka xisaabsanaysaa waa sheyga koowaad ee qofka ku kalifa xuquuqu lahaa inuu iskaga tago. Waxaan leenahay gurigu qaanuunku oo qura kuma dhismo inuu ninku qawaamo leeyahay, inuu awaamirtaa leeyahay, inuu caynkaa leeyahay, gabadhu inay taacalada inay caynkan leeday, laakiin wuxuu kaloo ku dhismaa in ixsaanku uu jiro. Ixsaankaa maxaynu uga jeednaa? Waxaanu leenahay akhlaaqiyaad baa jira qofka muslimka ah la faray. Waxaa lagu faray oo qofka muslimkaa korkiisa saaran inuu naxariisto, irxamu min fi lard yarxamukum man fi samaa arraaximuuna yarxamuhum araxmaan, inaynu naxariisanno. Waxaa lagu faray alra'fa wa bilmu'miniina ra'uufu raxiim, ilaahay uu nebiga calayhi salaatu wasalaam sifaatku ku ammaanay ka mid ah. Waxaa layna faray atawaaduc, inuu qofku isdhul dhigo. Waxaa layna faray atasaamux, dadka dhibta ka timaada inaad in badan cafido. Waxaa layna faray walkaadimiina alghayda walcaafiina can innaas, inaad cadhadaada qarsatid intaad qarsan kartid oo qofku markuu ku dhibo ama uu kaa xanaajiyo inaad markiiba soo boodina intaad nafta xukumi karta inaad xukumto. Walidaalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayay xooggu ma aha buu yidhi legdinta, yacnii inaad qofka intaad qaado dhulka dhigi karta kaa ma aha buu yidhi nebigu xoog. Xooggu waxa weeyaan buu nebigu yidhi markaad cadhooto inaad naftaada xijin karto. Ninka naftiisa xijin kara ninkaasba xoog badan, laakiin markaad cadhooto haddaad waxaad doontaba iska samayso waana sida ugu badan leh ee dadku ku dhaca waa waxyaabaha. Idan waxaan idin leeyahay alakhlaaqiyaat alcaama islaamku uu ku faray oo dhan isku dar, meesha koowaadee lagu practice gareeya lagu bartaa waa guriga. Caruurtan iyo haweenkan sidaad ula dhaqmaysaa waa laga yaabaa dadku inta badan inay ka fakaraan marka la yidhaha dadka inay dembigooda dhaafto inaad naxarisba dadka kale iyo saad ula dhaqmayso. War waxaan leenahay xaqlu tajriba waa guriga, experimentka meesha lagu sameeya waa guriga. Waxaa lagaa rabaa marka inaad dulqaadatid, inaad cafidid, inaad dhaaftid, inaad u naxariisatid, inaad cadhadaada ka qabsatid waa haweenkii iyo caruurtan guriga jooga. Haddaad kuwan sidaa ku wadi kartid ummadda kalena waad ku wadi kartaa weeyaan. Rag iyo dumarba haweenaydu ciddaa laga rabo inay u dulqaadato inay dembigiisa dhaafto, nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay bini aadam oo dhamma inuu gafleeyay wa khayru alkhata'ina atawaabun buu nebigu ku tilmaamaya. Idan aragtida islaamku waxay ku salaysan tahay xidhiidhka bulshada ka dhexeeya ee koowaad inuu guriga ka samaysmo. Gurigan haddaad dhaqankan lagu faray aad ku fulin karto dadka kalena waad ku fulin kartaa. Masaajidkeenna haddaynu rabno inaynu mutaxaabiin noqonno, inaynu walaala noqonno, inaynu isgargaarsanno, inaynu iskaalmaysanno, inaynu dad dadan noqonno, waa inay waxa kani guriga ka yimaada. Waa inaynu guriga arrintan ku practice garayna, waa inaynu caruurteenna jeclaana, haweenkeenna jeclaana, u dabacsanaana, u dulqaadanna, waxaan oo dhan ugu samayna. Waa inaynu isku daynaa inaad inficaalka inficaalka horgeyn. Marka gabadhu cadhootaba inaadadna la kicin ama markuu odaygu cadhoodaba inaan islaantuna ka jawaabin. Waa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya saxaabigii dhammaaya ee la tali yidhi
لا تغضبوا كويرا وحبها عرون بل إلهي وحو قرآن كله وقولوا للناس حسنا دتك وناغو الشيغ عندك وادي وناغو الغويرا هذا وقوري فقول له قولا لينا با إلهي فرعون كويرا مركي النبي موسى وحل فرعون وحد قتل هذا قولا لينا هذا الدبع سن هذا حق الشيغ عند الله بهين إنه هذا الدبع سنكون دانا وقوري هذا قوري الدبع ده باور يا ثورتي يا إرتاكو وضو وإنه بضن طهي لكن قفك هداد معانا توضوضي كرتها ولذلك ما إلهي القرآن كوحو قتل المامية قفك حمقو السماية هداد سموه أبال قدو بري وحو النقضة أبو النبي أيو إلهي القرآن قتل المامية فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم بإلهي كيش الله يتعرض دو يدين نحتال وحو بس كون نقونا يسام بإلهي ليهي متل آتهين وآدو دو قراباب النقونا هدو قفكي الشعين كان نقونا قفك أنه ليش وذا وذا أكتان مركز إن بضان وأحسان فشم حال عاية ولي حميم كهوانت ويكون نقاني سهداد دول قاد وذي قنا وون نقاني يا هواني ده هدايا ندو القاد لاتمان وحن لاني مرك وحيابها كم ده وحا كم ده ولذلك أي هوانكي صحابيات وحيابا بضان الله غي يابينا واجباتكي سهران هين بي قبين شري وكم ده حتى قار كم دين الرقو ده بيلين شري وضيضوا محباه سند رادي ولذلك با زينب قبل قبي عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وتصدق الربتين بحصته وضي يدي دارجي عرورة نصية لمي نبي كان سوى ديني عليه الصلاة والسلام النبي قوتمية أخيرا نبي عليه الصلاة والسلام حكو يدي سي عرورة يو إيا إساق السيب النبي كنت المامي عليه الصلاة والسلام وحد يغا كو بحصته صدقة إيا صلة الرحم بوي كويني صدقنا ويكوتة قرابة حديدنا ويكوتة واجبكم ما هين قبل دوينا يقود الصه أضيقة واجب سارا ما إنكو إياه واجب سارا لكن ومن الإحسان هدي أنا وسنا وحبا هيسنن قبل دونا أي وحيسته مركا دانو نكو وحبا هيسنن قبل دونا أي وحيسته إن قبل دو إحسان سمايسو أضيقة دي عرورتي دبا هدي دانتا يقود الصه وإحسان لو بهين ولا تماضه وإحسان له بهي قبرده هدي هوشة وضيقة وحكرنا سنكرته أسماء بنت أبي بكر محيلها أسماء وقرانسان وأبي بكر الصديق برد علي وحاقبي واحد من عشرة المبشرين الزبير بن العوام أي قبي ولذلك ما حادثة صحيحة وحي تلمام إسا وحي يقول سدي بيتري إسا قفر سياء وركودان سدن بياني برحول هذا كلام لحين زبير بن العوام مركو قرس دي عين كاسوها مركو دينتين مليونير بوها one of the millionaire اسمه كميدها مركو دينتين he was a millionaire يعني كلمة سان ويدي بيدا بطي ماها بومبونين عن بومبونين يو مليونير بوها مركو دلتاي لكن مركو قرسة داي وحي لها داي وحو أها محي ما بو هاي سنين بيتريان برحو على أدبا مالا هاي بيتري فرس يبو لها يا وركو لانصده مركو ساو حي لها داي أنيقا فرسك أميدي تري أو هقاچن تري أو وشاقين تري أو ركونا لفتمرا دوعنا ثلثي فرسخ يعني ميل فوق انت انتقوه ايان لفتمرا دي وحينتا كسور وريابان مدحة وقسو قادي تري بيلي دي إلا ان وكينو وحاسو دي با ايان سمين تري بيلي دي إلا فراه ايان ميل ولي با ايقاترو دي مركي دنبو آبهي سيي بيتري ايناني شاقي سو جاري دا فكأنما اعتقاني بيلي دي وحابد مدامال انت اينو آبهي ايان ايان حري اي يعني انا دون هاشاقضا ايان نبتا ايان ستويا قالي او آبهي حري اي ايان موديسي هو أنت واحد عندهم مواجبك وهاي أنا أورتك الشق يصير فرضها يا وحاس واحد هيد إحسان أي سمين السيو دقي دك بل خاطر كيس السيدو إلى لين سين مالين بواحد تلمام يسا حديث كسائر صوت تلمام يو أنا قوم مدح حكوا سيدو حيو نبى ترى الله لغينا يا أي واحد صار مرينا بيجا عليه سلامة وسلام يا صحاب الله صعطه ده بتنا نفكو نبي قفوشنا أبو فريسي سيء وصاف وش حاجة دبوا وصاف قاضه قبل ده علاقتنا وغيرنا نسيو وأن كح الشوا ضيبي ترينا الراعو مركزه وليبا وحي لدي وحا أن وحش وضينا وحا كمدا هابيتي زبير بام غيرة دي سوى هنا سهى قانو قا يود دمت نواس كدافي بيل يعني حتى خاطر كودي جيدة أي دوري سيدو شرعي أنا يوبنا أنا يدين يصور راعدو أي وحي لدي خاطر كزبير أنا قوي لالين أيا مركزه وحي لدي والله وحا كتش على الله هنا تصور راعدو بسنكوي إلهي رسول قيس هنا تصور راعدو أيا كتش على الله هابولي إذا وحي سكده يسي حتى خاطر كالنبي خاطر كننك قبه نفسيات كيسو سانو حما ودري من إلى على الصف. وحنو قتشي إنه وح مهمة. دتكو إنانو قانون كوا قرا قرا قمني يا وح سان أنا حقولا يا أنا وح سان حقولا دقرا إنانو قرا قمني.
إن لو قلنا ما أخلاقيات كإسلامية ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حكوت المامية حديث إمام مسلم وريني لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقة رضي منها أخرى والنبي عليه الصلاة والسلام يكجع عرون قف مؤمن الجبر مؤمنة ده هذا وحكا عريسي كو أركته أخلاق خلاه إلى ذات قوة كرتاه شرته يعني قفنا مرة ما يسترنا ولا جايبا جبر وين يرك كل شيء لكن واحد جايبا أنت صور رجعني ما أخلاقنا إلى ده ولا جايبا واضح وين يرجع أنا دقي ما يرى هذا لدقي لكن واحد جايبا أنت صور كلون أرض قبولي سيد رادت قفنا ما يسترني ما شرو سهل ما يسدنن سدي عم بيضا وياك أما سهل ما يسد جبر محي مريم بنت عمران وكلا معي يعني دت كيف في عنايو دوري ده ويكون سكويري وحين هو بدن يدد ولا يجيح ما بله قف وده أوفي نمشي رأي أنت بدنه مؤمني القف ولبا ماله كفي عيني هاي يماله كحني يبشره هدون يكون يسكت ضيا ماشي قبل دي سكو ليدا تاينا أستوري كرو قبل دونا يسكت ضيا ماشي إنك يدو كل ليدا تاينا أستوري كرتو جرقه وشريا لكن قف ولبا هدي برتاسي ونو مغته ويني يو ويني سهل يمشي هذا مدة ماشتره هذا وضو وضو سهل يمشي إذا نلقى كمسلم وحنا دلائي وحنا وقانون قانون هو حقوق أيو شيئا وحا كاسا حق له وحانا كاسا حق له وحنا وإحسان إحسان كنا هو وحيابه كمدا وحيابه علينا فري وقاب أي نلشو أصعم كرتو ولذلك وحنا لنا إلهي بوح القرآن كله وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وروانا كل النقم بي لها إلهي سبحانه وتعالى هوينك هذا وحكنا عدان وحلا أركا وح بدنوا أيدهم كنا عيسان إنه خير بدني كشري خير كإلهي بابا ولذلك من النبي عليه الصلاة والسلام قال هن رجع وحلا طل مامي إن أنا هوان كلا ترسنن إن أنا يسكت دين إن أنا يعني قلع لغو أرجع برضا ولذلك من النبي عليه الصلاة والسلام سوى رجع قار الله ضي وحلي استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج سوغنا قمدا غبدا كور رمي نبي عليه الصلاه والسلام حت الماميه هوين كان وناغ لو سميه ورلفق لو عذاب لا ابو ريب نبي عليه الصلاه والسلام هدا اسكو ديدينه توسيسنا واجبين يسابو نبي عليه الصلاه والسلام ما ود توسي كرتو لكن محله الماميه فان استمتعتم بها استمتعتم وبها عوج بنبي هدا رطاننا كل راحي ستان ود النولاتان وكل راحي سنسن سوق لو عنا جرب نبي قولي يعني نلشتني وحي او باهنتي مركاس دولقات waxay u baahan tahay waay aragnimo way ka gadisantay nolosha dhabta ah way ka gadisantay hadalkan macmacaan ee lagu wada hadlo marka la haasaawayo akhwati fi alaqida taasan rabayna xog oo gaata inanki gabadhu marka isbaranaya wajigan fiican qof walba xaga sare soo jooga qofka marka ay isu tagaan waxa weeyaan gun iyo cidib tin iyo cidib baad ogsoonaanaysa qofkani wuxuu dhaqan leeyo dhan in badan oo qarsoomayd ba soo baxaysa markaas in badan uu isku dayay dadka inuu ka qariyaba soo baxaysa de qof aan nolosha dhan wada wadaagtaan bal qiyaas oo laga yaabo sanawaad aad u badan inay wada joogaysaa idinkoo dhalinyaraa idinkoo muddaa idinkoo meel dhaxaa nooc walba noloshaadi qof ka mid oo kula qaatay waa wax aad u cajab badan la yacni waxa reerku ka ogyahay cid kale kama oga adna waxaad reerkaaga ku ogtahay cid kale kama oga mid kula dhashay iyo mid aad dhashay iyo cid ka ogay ma jirto أنت قولي يا إسكجو أكتر لما دينا كان تسوح أبا أنت هنا إن بدأ وحسترتان ولذلك من أبو عليه الصلاة والسلام وحما من وعي شاكذا أنك يا قبر دي سنح مرتا هبا يراتين عدك لقاعدة شاكذا أنك يا قبر دي سنح مرتا إن أنا عدك لقاعدة وحل لنا نبو عليه الصلاة والسلام إساقا إنو ها الرجل المثالي أين وحك استكى قد ينا إنو نبيه ولذلك النبي قو آبنا وها أدي قرينا وواها رسول الله وواها إمام أمده قاميانا وواها وحبضانا لك قد إذا بينو لان نلش عردن أينو بحانا ينينو قد يانا وحيدا كغفلان إن يروى الدراسة إسان سيدو لنق مجرينها وين كيسي ولا عياري جر وكوكوس لنجر ولكفتمي جر ولبرتمي جر فلادو قياس نبي محمد إن ير لبرتمي عليه الصلاة والسلام وولي بينا ينا ينا يرأيت هاي نبقى عليه الصلاة والسلام عايشة وحكو قرصة دي محي ده هذا ير وحكو لقوري قرأي يدو محيا سيقال شر وحبوك قيري يدو أسي دي تبان شر
ayuu kaba dhintay nebigu calayhi salaatu wasalaam. Waxaad qiyaastaa caaisha oo 9 jira iyo nebigoo dhowriyo 50 jira calayhi salaatu wasalaam, oo dabeetana iyadoo ghazwo laga soo noqday uu nebigu saxaabada yidhi sii socda. Caaisha yidhi nebratasii, caaishaa la baratamay, markaasay ka dheeraysay beri hore inta la baratamay ayay ka dheeraysay. maalin dambe oo waqti dambe ay too ghazwo laga soo noqday buu saxaabada yidhi sii socda, isaga iyo caaisha isku hadhay. ina baratansii buu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam, waxay tiri ilaahay rasuulkii oo daymka u cabsalaha. waa mar daadeed oo yaro dambaysa, nebiguna dee 60-aadkii uu marayo, waa oday 60 jira odaygan baratamaya. oo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ina baratansii, waxay tiri waa cabsalaada, imika kula baratami kara ma may buu yidhi waad baratamaysa. waa la baratamo, dabeetana wuu ka dheereeyey. markaasi weliba wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam, haadihi bitilka sabqa, tantii u tuur buu nebigu yidhi, berigii aad iga dheeraysay taasi waa teedii buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam. idan dhaqanka bal qiyaas nebigu calayhi salaatu wasalaam ah siduu uu marxabaysiinay ama reerkiisa ula dhaqmay inuu la baratamo isagoo da'daa jooga, inuu ugu yeedho xataa tarkhiim isagoo ku sameeya caaish inuu ugu yeedhi jiray oo yacnii eray latifana uu ama yaa xumayra, intuu nebigu u yimaado ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, yaa xumayra tuxibina an tanduri ilay, xabashi ku cayaaraysa masaajidka oo cayaaro samaynaysa shacbiya, ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam caaisha oo guryihi uu nebigu waxay albaab la lahayeen masaajidka, ayuu ku yidhi na caaisha ma rabta qoladan cayaaraysa inaad daawato, haa baan ku yidhi bay tiri. dabeetana nebiga isu kay taagay bay tiri, waa inse soo daba taagay bay leedahay raggan cayaartay samaynayan warma iyo waxbay ku cayaarayaan inaan daawado. markuu isu kay taago isu kay yara gaabiyey bay tiri, baan halkaa garabkiisa ayaan gadhka soo saaray bay tiri, garabkiisa dabeetana dhabankan halkan ugu qabtay bay leedahay, cayaartii baan daawaday. markaan daawaday buu wuxuu igu yidhi bay tiri, markaa cabaar daawanayna ma dharagta, cayaartii ma ka dharagta. markaasaan idhahdaa bay tiri, may anigoo eegaya bal halka aan ka jooga bay leedahay nebigu calayhi salaatu wasalaam, sida uu igu dulqaadanaya ma halka aan ka joogo. bal waxaa qiyaastaan bay caaisha leedahay, inan yar oo cayaar daawanayso nebi maxamedna u taagan yahay calayhi salaatu wasalaam oo u daawasiinayo raggaasi cayaarta cayaaraya, ilaa aan anigu ka dhargay bay leedahay, oo cayaartii intaan ka daalay aan iska fadhiistay. markaas yacni wuu la kaftami jiray, wuu la dhaqmi jiray, ilaa xad sharaabka iyo waxa la cabayo halka ay ka cabteen dhareerkeedu ku yaalla buu nebigu ka daba cabi jiray. halka ay caaisha iyadoo xaydle weliba inta weelka halkay ka cabtay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka daba cabay. bal eh waa kii xadiidka saxiixa tilmaamaysa caaisha la yidhi nebigu muxuu qaban jiray calayhi salaatu wasalaam, waxay tidhi markuu guriga jooga muxuu qaban jiray la weydiiyey, yacni suuqa waanu naqaanaa siduu dhaqmay, guriga markuu jooga muxuu qaban jiray bay weydiinayaan saxaabadii. waxay tidhi wuxuu ahaan jiray guriga markuu jooga, fii mihnati akhii buu ka shaqeeya, dereerkuu caawin jiray bay leeda, shaqada gurigu qaban jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu guriga joogo. laakiin salaadda marka la adimo bay leeday, markaas buu soo weysaysan jiray oo soo bixi jiray. yacnii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa waxaa lagu tilmaamay inuu guriga ka shaqeyn jiray oo guriga joogi jiray. waxaynu u baahannahay runtii inaynu daraasa dib ugu noqonno. waa laga yaaba waxyaaba dhaqanka soomaaliga weliba markaan gaar ahaan u aqaano inuu aada ugu qalqallafsan yahay, weliba soomaalida way sii dhakala dhaqanna adagtee dhaqamada qaarkood, oday la yidhaahda gabadhaada la buratan inay dhimasha uga sokayso. laakiin waxaa idin leeyahay dhaqanka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa ka fiican dhaqankii odayadeena, taas waa hubaal. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisu inuu ka fiican yahay dhaqankii odayadeena. waxaan kusoo koobayaa weedho kooban oo ah gurigu inuu yahay lagama maarmaan. ummaddii guri dhisi kari weydaa ummaddaasi inay tahay ummad halaagsamaysa. inaynu guri dhisnaa inay muhiim tahay, laakiin gurigaynu dhisaynaa inuu noqdo guri dhaqankii islaam wata, inuu noqdo guri weliba gaar ahaan dhallinyaro islaamnimadeena aynu ku baraktiskaraynayno. guri waxa laaliya waxaanaa kitaab akhrida inuu ka soconayo akhlaaqdan islaamiga ee ilaahay qur-aanka iyo sunnada uu inagu farayo nebiga calayhi salaatu wasalaam. guri dhaqankaasi uu ka muuqanayo oo dulqaad iyo wax isugu sheeg iyo waxbixin iyo deeq iyo karam iyo raganimo ay ka muuqanayso inuu noqdo, inuu noqdaan haweenku sidaasi lee guriga kani, guri ay walaalnimo iyo dulqaad ay ku wadaan iyaguna, inuu ahaado guri min bidaayadiisa ilaa dhammaadkiisa cisyaanku ka fogey,
dhaqamadaad ka u xun waxaa ka mid ah in guriga aada cisyaanba ku bilowdo alla caasi meel aad khayr ka rajaynayso haddaad damdamiyo ku bilowdo muusig iyo habaar iyo wax alla nacay oo dhan saad baraka uga helaysa saad caruur fiican u rajaynaysa saad khayrka u jeceshay saad ilmo saalixa ku raadinaysa adigoo bilowgiiba ilaahay ku caasiyey waxay qofka muslimka ah ilaahay markaad khayr ka doonayso inaad u weel tolato khayrka intaad cisyaan tolato inaad tidhahda ilaahu khayr ku soo shubmiyaad rajaynaysa waa waxaad u faalxun leh inaad bidaayadii gurigaagiibaad ku bilowdo baar hebel in laga tumo iyo dumar qaaqaawan iyo rag boodbooda iyo qinaa iyo hees iyo muusig iyo waxa kale waxay ahayd inaad bidaayada ku bilowdo siduu nebiguina baray calayhi salaatu wasalaam inaad gabadha sidii sharciga ahayd ku mehersatid weligeedii la weydiisto oo uu meheriyo oo laba markhaati joogaan iclaan loo sameeyo guri guurka iclaanka ugu yari inuu yahay shahaadeyn cadil laba markhaati oo cadaaladi le inay meesha joogaan haddii kalena daf iyo wixii la tumi karaya ee diintu ay ogosho qura iyo wixii marxabaysiinaya weliime dadka loo samaynayo awlimu low bishaatin buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam intaad weliime dadka muslimiinta u samayn karto inaad u samayso inay wuxoo dhammi sharciga waafaqsanaadaan farxaddaad iyo raynrayntaadu inaanay macsi noqonin waxa kale gedisan umamku siday farxadda iyo raynraynta u matalaan masalan dadka muslimiinta ilaahay wuxuu faray ayaamo ciid la yidhaahdo ciiddu ma taqaana waxay tahay waa farxad iyo raynrayn uu qofka muslimka ku farxayo ku raynraynayo laba rukni oo ka mid a arkaanta islaamiga ugu waaweyn marka la sameeyo yacni ummaduhu waxay farxaan maalintay xoroobeen ama maalintay cayn ka sameeyeen ilaahay wuxuu ina barayaa inaynu farxno maalintaynu bisha ramadaan dhammaynay bil dhan baynu soonay markaa ciida baa layna leeyahay waayo cibaada qiyaam iyo soon iyo wax walbalabaad bil dhan soo wada waxaa layna faray xaj dhan inaynu gudanno arkaanulxaj iyo ciddii aan tegina soon ay soonto khayru yowmin talacat fiihi shamsi maalintii carafa iyo waa ka markaasaa la yidhi yowmi alcaashir rayray oo farxa oo ciid samaysta laakiin ma aha ciidu cibaadadii maaha macsi ku gebagabeeya ee waxa weeyaan mubaaxaadka alla yidhi siiya waxa mubaaxa sameeya idan aroosku waa waxyaabaa lagu farxo wax ka mid ah laakiin maaha meel alla lagu caasiyo farax baad samaynaysaa iyo rayrayn laakiin waynu ku salaysnaadaa maxay ilaahay wuxuu u baneeyey waayo ilaahay waxaad ka doonaysaa awlaad khayr qabta iyo reer wanaagsan inuu alla ku siiyo marka ilaahay cisyaan ha ugu weeltolane gurigana dhaqanka islaamiga ah lagu wado haddaa guryaha ku guulaysataan jiritaankeenna yurub uu sii jiraya yacni waa suurtagal dhul gaaleed inkasta oo la joogo in baqiya islaamiya oo diin ku yeedha oo dad kale diin ugu yeedha oo islaamnimo sugta inuu yahay waa waxaynu u baahannay inaynu dadka kalena u qadinno war iflaas baa ku dhacay dadkana way kaceen lacagta kamay kicin bini aadamtinimadii baa laga kacay waxay ahayd markaa iflaaskan ku jira adaa haniimo sida inaad bartid inaynu dad kale u gudbino in guri iyo reer iyo caruur iyo awlaad la dhaqi karo oo iyagu yihiin first prioritiga waxaa leh mudnaanta koowaad shayga leh aanay lacagtu ahayn mudnaanta koowaad ilmahaagu inuu waxbarto inaad lacagta ku bixinayso ilmahaaga inaad cibaado u fudaydisa inaad lacagta ku bixinayso ilmahaagu siduu khayr u heli lahaa inaad lacagta ku bixinayso haweentaadu say khayr u heli lahayd inaad lacagta ku bixinayso inaanay lacagtu noqonin reerku siduu u burburi lahaa inaad lacag ku heshaan ka xishooda taas war dhaqan iyo diinba wax ku foolxun inaad reer baabi'ii hunguri uu kuu geeyo dhimashaa kuu dhaanta wallaahi dhimashaa kuu dhaanta inaad reerkaagu inuu baaboo iyo ilmahaaga inaad dafirtid in hunguri kuu geeyo waxaan leeyahay haddaa guriga ku guulaysataan waa akbar taxadi waxyaabaha ugu waaweyn ee dhibta galbeedka inaga haysata waxaa ka mid a dhaqan doorsiga koowaada inaynu guryihiinana hayn kari weyne oo burburkii guryaha iyo isqabsigood iyo waxa kani bateen waayo waxay nuu nimi bulsho diin iyo dhaqan ba inaga gedisan haddii dadka xaggaa qayb ka mida diini aan ahayn ee dhaqan u hayay dhaqankii laga yimi waxaynu u baahnay dadka in diini hayso marka kan ilmaha odayga islaanta in diini xakamayso waxaan idin leeyahay gaar ahaan nimanka dhallinyarada ah siyaasadda iyo dowlad heblaaya iyo lord hebel iyo waxaa intaad ka baxdo waxaad isku daydaa bal guryahan meelahan aad joogtaan ka dhisan kiina iyo ka walaaladiin iyo kuwan kale sidaa u suurtageli lahaydeen inay dhisnaadaan odayadiiyo waayeelkana waxaan leeyahy waa yartin yurub jooga laakiin muhiimo ka ballaadhan markaad joogteen afrika ti idin saarayd baa idin saaran oo ah ummad dhan oo dhowrka odaya jooga ee aabo u noqonayaan baa joogta aanu la socon waalid saa daraaddeed xil gaara idin saaran oo ah inaad u xaydataan sidaa reeraha kan murankooda u yarayn lahaydeen ilaahay wuxuu leeyahy fain khiftum shiqaaqa baynihima
فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريدا صلاحا يوفق الله بينهما. الحكم هو مسألة يوضيه قبنشري وهنا غيرها نحقلان قارهان إن قرية إسلامي إناني الدمانين يحيطان وشقو مراكز إسلامي أي علماء يددك الدين وحكا قرانا يتاين مهمة كوان إنا السيئان ووح أباهان إنا عرورتين رقي يدو مربير ير إنا نكو تربينا دلن يرى إذن نوحي دوكو يريا ويدا تربية دي واجيل ويدا أقانتي تجربة دلوقو قادن شري يعني أقانتو واسكو مدينات عن طريق التجربة كوها شيء عن طريق الدراسة كوها شو دتك برضه الله يستوقف كان وإحنا قورين وإحنا آخرين إن أنا علمي لهين والعلم هو لي لكن ما هو يعني علمي سبارة البان وكسر قورينه ما قال يا ركتي أنا قبلك قوري قاب كل كقور صدى علمي كان ولي هاي وحاجو باهنته تها ويدئه إن إذا وين تو علمي وشرعية وحنين بدل كتالينا يا غير كستور ربينه قور سدا مع معانك يا هذا المعانك يسوي درستين ما هن الله شوي كتر بدل طعيه وركورس هلا يدين فرو وذا دد يدين لتشوا كورس ير هيدين فران وأبا هنن الله يدين برا جريعة يدق كيس يمرك حق حاجة شدي ست مادة سيد الله حلله يسوي هو يوم مسلمة إما كائن مسلمة ضبايا هيدا ما تقانه هو يوم مسلمة صار الله نقضى هو يوم مسلمة سيد يقول نقول الله أدنى شاب مسلمة بعض هيدا ولي ما برن سيد أب مسلمة الله نقضى إن لقوا برا صادوا نقول الله هيدا أب مسلمة النبى وتجري برونتي أبا هن وقت دار أولي بعن كتاب يرى أدب الزفاف يمد لم يدو هذا خريد وكل يانا كم جروب سانكرين أباهن عد ولي بتجربة شيء إنا ويا رجل ما كسيسه إذا نحن كنا واحد بنا واحد يقول الله تعالى لها أرزقه رتي كوش قاطع أمد بدي بقاطع لكن أنا كوش لا أنا إذا دعين small course أنا قاطع بلا وابد بناء على كوه نكون نقارنا وسك مركز نشوفونه شق قف ما قبطه إلا يينو أما جامعة أما دراسة دير هدي أنا والله هي واحد لسيا محي training course بالسيا قف كسته دول حاد كترين كورس باللغة تصعين كمها دول حاد هو واحد قف كسته بين هذه مصابين كره لكن وقت جوي يصير وقف عن سياق الصمام يسوع سياق ما في غدا نور كوكو وش بين هذه قدر نور كأجو ستريت ويا هاي وان لما بلاد مركز حاق ضيم على نور كوكو وش بين أي واحد الله سمي يا كورس كورس سكان ما أفر بلاد صعدة سنت اللقون ما يدرس ما هسيو كل جنسين كوا ضبط عافمات كيس وحيلا كير كذا سيدا وقفي عن وقت كذا سيدا وقفي عن هذا إلى وتجربة بناء من أنتو تجربة إلا أورورية علمية إلا شيء غيّة سيد ردد ورهدور دول حاد كورس باهية هاي ما هو حاوم لاني سام جوردن يا عرور سلا تربية رير سلا هي أنا كورس بحري وحد لا كورس وح كبدن بو باهية دا علمي بدن بركري ويدين وركورس يرى تضباط لا بس تحت تضباطة قال أنت إذا جورسني والله أعلم وبالله التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم إلهي سبحانه وتعالى خير بدنها كسي ولكن شيخ مصطفى محاضرة قيمة بدنيد آبياد لغوبة هنا ضدك مسلمين تأيو قويسسك مسلم كيتشوك يورب وح بدن ما نوفا إيدي يورو أي كود أميد محاضرة الشيخ وح بدن لغوبة هنا يا عدنا ضدك ويسك السؤالة علي هنا كيف سؤالة وموضوع المحاضرة يسعوته انت يسعوته لقيتش يا أبو سعراري marka su'aalaha laba noo qaybinayna wixii ku saabsan xaalado taagan ama dib haysa qoysaska waxa jooga ay culimada si gaar ah u fiirin doonaan caawo fiidki kulan furan oo su'aalo iyo jawaabo oo culimada dhimanayaan oo sheekh Yuusuf iyo culimada waa inay ka soo qayb gali doonaan wixii laakin ku saabsan muhaadarada si gaar ah u taabanayay ee ku saabsanaa dhisidda qoyska ama guriga sida loo dhisay aasaaskiisa iyo su'aalaha la mid ah lugta kula meelaha soo kalaan sheekh uu soo gudbinayna insha Allah ta'ala marka Allah adkaysto hana laga faa'iideysto jawaabaha شاش أخرى سايو وحاي كوسا عشان تايك ورقة بدن كي مادين لقنا يا ودتك هذا جورك أو ديار كائنه حيسته مسألة اللي ده هذا إسك يجد جبرده مركا وحيلا ده شاشو جبرده هلا يجعل يري مركا إنتين لقبل إيجيا سداس اللو إيجيا ما جبرده أو كور حيسا وغير كي الله هلا يروح اللو جي هاي مثل سجع أضمة وحاي تاسي ده بس عطا هدي دتك إسكو برتين تلفون أما يجو كلفوق iyadana ee aragii ma bedeli kara sawir in la isudiro marka bal arimahaasna sheekh wadiidna bismillaahir rahmaanir rahiim aragtidu nabigu kaleey salaatu salaam hadithka saxiixa soo ku sheegay wax la yiri ninka iyo gabadhu ama gabadhu ninku iska eego gabadha madama la rabo ninku inuu gabadha iska eego wuxuu nabigu kaleey salaatu salaam u sheegay saxaabadiisi in ninku gabadha iska eego intee la eegaya
الأصل فقهاد يسكوها فقسنتي مركو هوري ووجيغا يلا بدا قعمون ويدهدان وجيغونا خلقضا عامهان قابك وإيك تهيبو تصالك النقطة قعما ينتنينا الليونة دا يجيرك الدبع سنيدي سيئو نوعو يهي أيو تصالك يهي بي علمات الشيغان ما انت هسو قرام سيئن داف سيسان باجرته حديث كوحو شيغي يوح كستو أو كوغو ييرا قبضو قور كيدا ولذلك ما جابر بن عبد الله صحابي قال إذا واحد لقورين يقبضو الربين وقوسرين وقبن شري وما له سقون النبي شري سوء قبضو واركو ولما دا بردبا قابا إن انت عادي قيسكر نقن كرتا قارهان مثلا ما لهان قعما إياهان هدو كيرها لعصان كرو إن إسكا بنانان كرتو بدليل هذه الحديث يوحيا بقى ليسو قيقيا إن رأيك ابن حزم يسوه إنت كفك فك شيء يا ملاوة يا رب بعيد على كل حال وحن قصة وقف سنة رأيك سنوه شراء لكن الأصل علماء دا يسوها فقصين وقعماء يوجيك إن وقتك على الحديد يا دوريرك وقل ينقريك اعتماده ويقو محرم كتشوغا داركت لا بأس هدي أي تاسيرا ربا دانتها يولا قيابو إلا قبل الخطبة بي في عانت إنو نوك قبرد أركي إنت قبرد يرى أكتو هدنا إنا تكار نقطة إنا يرى ربتها إيادا دو حبا قور كوشي إنا ملاها إنا تكيرا حلف ستاك سيرون كل ياريق الرأي غيقا ويو يرى نفس التبع لغي أبا يريكوك إنت قبرد مسلمة دا منك مسلم إن أنت مسلمة دا إنت تما دوت إنا قبرد أهلا إتصادنا إنا ديرا بحثتو إنك ستانا إدي بحين دين هاني صورك مركو هربا مصيعنا وحيابا في عن كمان منها مرلبات كنا دي كل اللي قبرنا ينلا أركب مهم بيا هيك لكن ده صور كده نوعا يا واحد انت ألبوم لقى استا ما ميل وهاي السنة يا معين كانوا ودي بدنا كارلا هدي أي صور تقلت هاي وأنا قال رأيي إن صور حجابا ووجه جي الله بدك عمود تدركت هذا مركب شيء شاح يسود أنا ميل كسير في دنيين هن سيدي منظر كي أتقف كمركب قدر أركي سوك لا ما لو تشير أدرك يسوي وما أقول لكن الدات خطتنا أنت إذا تصور كده سكاه يستوينو ألبوم كوتشرو كاسمايا marka sida badan kuma taliyeen laakiin qofka si dhab ah loo arkaaba ka fiican sawirka wallahu aalam jazakallahu khayran su'aalaha labaad waxay ku socdeen isla baabka hore si diyaarinta guurka waxayna yihiin xiriirka waxa la yiraahdo shaqo sheegay in ay haboon tahay in da labada qof ay isbartaan inta aanu guri aroosku dhicin ama guurku dhicinba marka xiriirkaas oo intee la guuleeyay dadka qaar ba raba muddo badan ay isbartaan dadka qaar muddo gaaban iyadoo dadkii muddo dheer isbartayna ay dhacdo mararka qaar in markay isguursadaan kadib ay hore kasoo kala boodayaan dadka waqtiga yar ee sida islaamku iyo aadaabta ay dhigayso isu arkay in ay guurkoodu waarayo marka arintaas bal wax ka dhashay qof aan telefoonka badan kuma taliye sababtu waxa weeyaan riqaabadii saayir waxaan u leeyahay riqaabadii saayirna waxa jirta labada qof marka ay sarkaan hadal badan oo aan iskula dhicin ba telefoonka dadku iskula dhaca waana xaqiiqaan u yahay waan qurux badnay ninka iyo gabadhu hadii aanay isqabinna ilaahay wuxuu faray inaan hadalka la isu jajabin falaa taqdacna bilqowl fayatmaca aladii fii qalbihi marad hadalka hoose u jajabininaba ilaahay dumarka faray si aanu ka qalbiga ka bukaa idinkii yacnii idin tamaacinin amase idin hungureynin waxaan taawsi tilmaamaya waxay tahay waxa aniga ila qurux badan in wajhun liwajh uu noqdo qofku hadalka uu qofka kale kula hadlayo sideedabana marka hore aan dadku isqabin rag iyo dumarku hadalka lagu wada hadlaya waa inuu la mid noqdaa hadalka ay yidhaahdaan culimmada qaarkood waa economical negotiation oo kale qof markaad wax ka iibsanaysa maxaa istiraahda sheegana waa imisa waa intaa kaasiin maayo iga sii wax iga dhin waa hadal aan dan kale laga lahayn ee danta laga leeyahay oo dhamma ay tahay uu nin la gaadho maxay qiimaha shayga kan oo gabadhu hadduu wax ka iibin adduu ninka iibinaytoona hadduu hadalka noocaasi kugula hadlaa in hunguri badan laakiin hadalku hadduu qasar qasar iyo jiljilcin iyo waxaasi uu galo ma aha kii la rabay saa daraaddeed sheekada badanee dhallinyaradu telefoonada ku sheekaysa kuma talinayo laakiin وانا هدي دادكو قار اسكو نقضان تلفون كو نوعي قار كو اسكي قبدا دوية هيا وحا لغايا با انا ثالث كي شيطان كو نايدن دحقالا مكا عن هدل كصوكو بيوحان كو تالين اياون هدل هدي لا وضا هدل ايانا نضعفين
كاب سيدا قفكا وحكالي إبشاني سانو كلاو إيك هذا لان دان كلاو بادان لحين هذا لو قرانا ما هو حوح لغو أغادا يعني هذا الكاتر هذا بادان لو قرانا ما هو حوح لغو أغادا قفكا سيابا بادان باكيني كرا إنا ده وحوغا أغان كرتو أما إنتاليجنس كيسا هن نغضا أما سوف كريا هن نغضا أما الدلقات كيسا هن نغضا وحانا ولي بكاسي خير بادان وحيالات داتك خبارة ديكا غورما ايه دا هبار يرتا وراشا دمر بعد دكا وبدن لنغ بدن في سوماليا نو حان جيرين ان انت مركا رير كو سو غادا اون با انت بدن اونن كنا مركا اسكي سو ييغي جيري اما اوتغي جيري ايه سحنكا اوغو بدن اي رغو ديرتا وخي هان جيرين خاي دي ددكا تولك يي هلكا با كو اه خير كنا كولا خدا ايه كا اوغان كرا ان انت او دقمديد اي ليدا اودن مركا وخان ادو لا او سلوبدي ني هورا كا قروح بدن سلوبكا تليفونكا والله واه جزاك الله خيرا سؤال خصوص هذا يوحي كساب سيهن قبل المسلمات ده مالك أيوة ذكر هذا هاي أما سجارة يوحي شو أما حاشا قيس تبه إيوه أود إن تيل لك بيكل هذا هاي قبل مالك إذا سكت تصرف كيسة ما هو حيصير دون تكية الكرتاء مسوى مدلوب عن يعني نيك هذا مركز تاك حالات شرطه هديه سنيك هذا وسنج عليه نسي أبا قارن يوكل تصرفته ما كية لي سوى مكاتع يسا أرنك مسوى حن أنا أذكر هذا هاي شقكم لي asalku wax weeyaan dadka muslimiinta ay guri ku wada nool ee nolosha dhan wada wadaaga inay wada tashadaan taas waa asal asalba dadu jiraysina ah qof wal oo muslimi wax xuquuqdiisa gaar ka inuu leeyahay taasina waa asal inta dhaxad ma jiro ahadiis ba nabiga ka soo arortay alayhi salatu wasalam tilmaamay sagaba dhukaligeed inaanay maalkeeda ku tasarrufin ayna odaygeeda wax ka weydiiso أحاديث كلا صوت الماء صو أرورتي أو شيغيسة إن أي قبضو أموالا إلا دي كنت تصرفتي يدوها من كيدا وحبانو كوغي سيدا أحاديث دي نبي قوينتو دمر ميلك وعديوك لين يدهب كودي يوحا حدنا ينوردان أي بحية يدو اللوغي إنان ميشة وحبتشوغي أما سي أحاديث كلا الله النعاس دي مسلمة ميهيد هو أنتي ويلا دونا إلا هيد بحصية ونبي قوينتو يمي وكويري أبتيادة ما عدة سيسي داي وشاكتين إصابة وصيب بحسي أحاديث بدنا دوه علماء دو مركة إلا مدى أحاديث تفسير ينقلب مد بي حوتيسة قلت لها دا حق لي قيادو ملها وين أضي قيادو الرالي كان قضايا قلت لها حوتيسة وطلها دا حق بي أولي هذا لكن إنها إنا يمورن كلا أبو ربا حبونا إنك هذا لا تشطى الأصل كل يعني قصيدا راجح إلى موقتا وحيهي قبل حق التصرف في مالها هنا إلى هذي لكن بيتك سيور لسنا هذا وحفي عنك إيا قبله وحكا ستوعي سمين إينا كوضة تشغل ولذلك إنا هو أنتو كاريجا جسكو ديين أراد إذا لن إنا مستقل لن نقطة قال هان قوة مال كيدا قصاب سان فضي قونا إنو كنت حاكمه مال آنو شقا كل حين سيد الله بحين إيا ودي كاردكتو أنا اللي يلي وحي إلو بإلو وين هذا أني جو واحد كسته ليجو ودينا أنا في يعني ما كان وضع تشي كان دور بدلها لكن واحد نركع رأيي كقول هذا الراجح هي ليس إن يحق التصرف لهذا والله أعلم جزاك الله خيرا وهم كسو كبدنا سؤال يقولي سنة دي بالقاضي سؤال فربنا هري له هي وكسا أحسن حالها أما داعي أما تاجن وكرين إيو فسخ إيو دبعت قويسة سيجارة على وجه شباب دنا لكن سؤال شنو كسو ختم دنا واحد هاي سؤال ku saabsan marka guriga la weeyo joogo oo aan filayeen xaq gabadha ka timid ay leeyihiin sheekhow ragii shalay Soomaaliya markii la joogay oo ahayd meel ragu awood ku leeyihiin guriga sida fiican u maamuli kari waayay hadda maanta anagoo joogna meel ay dumarku awood fiican ku leeyihiin bal hadaan anagu maamulo maamulki guriga iyo sidee noqonaysa maxuu seegu maamuli karaa ninku hadduuba ma hartay ayir qaadanayo wixii la wasiinayo runtii masala jirta loo baahan yahay ragu ku tanabuhaan waana laga yaabaa haddii uu waqti helo in muhaadaraad kale laga warami karo waa masalada si tarbiya ay u dhacdo si dadku ay wax u kala dhageystaan ma maxay waxyaabaha tarbiyada fudaydiya waxay ilaadaan waxyaabaha tarbiyada fudaydiya waxa ka mid ah al-culum labada qof ee istarbiyeynaya inay kala koreeyaan كورينت اللي شيء واحد هذا أخلاقيا جسميا علميا روحيا عصبيا واحد دون طبعا كسفه وهي بس واحد فضيديا إن قفك مربي واحد تربيين يا شيخ أما عين كان فضضاته إنه قفك كله
تربيتي سو مركي بين لقى قاعد تقول لك اللي جيست ده سواء النبي عليه الصلاة والسلام تربيته صحابة تربينا وقف عنا تيدتك كلا تربيات كيسوس عارين ولا وياه أنتوا كسر رئي دتك كبر نايد أنت قف كلا وكسر رئي أنتوا كسر رئي وكبر نايد في الشجاعة في كل شيء قمة بوتاجنا ساد ردد واحد فضوضتي قف كان صحابة واحد كستين لقى سر رئينا وار كان واحد كستوني بخصوب حلاينا مركي بدك يستين أنا ندي واحد طانا ونقر من كون الجري جماعة ملوح يا بها كيانا واحد كمده إلهي وحلاه بما فضل الله بعضهم على بعض إيوه وبما أنفقوا القضية الاقتصادية وحي كمته وحي به كين يي إنه ننكو الكلمة العليا في البيت وياش ساد رادد ما دام أو ما بوصص كاسردن دبول يو إن أوامر تسيو وحشيق يصف ضد العقا قعدنا لكن مركي تال ويا نكي وشقب علي وقرق اسكفر دي عين كنا ويني دي ننكو ويصوي راتي قبل داكتي دي إذا تنوح الله من دغضي عرورتي قرق اشوكتا يوكالي مركو بيحي واي marka odayadu haday shaqo tagi waayeen waxoogaa in horta soo yaraateen dareemaan oran laha gabdhaana waxaan oran lahaa walinku qawaamadiisi uu leeyahay ilaahay ba siiyay subhana wa taala ya haddad wax dhaanto walaalka inad kabtaaba yahay yani hadii dhaaf meela qaar kaga dhaco inad la loolanto tiraada leeyay soo liiday anigu kor mar hadaba adna maaha hadii odayga dhaafigiisu iska batana carurta ma wa korsataani carurta iska darsadaan oran laha wallahu aalam جزاك الله خيرا وسوق بدوين سؤاله هل سؤاله اقتراح يا صار علي سؤاله كسد رتي أهنا شيخ ودتك وكبر عرجيو هيد أنت عن جور كل عنا ما عن الجور سن برسي برتة برسي قاته ما ك دب وحلي يا شيخ ودت كل يدتك وحوي آخر استانو جو بره ديان أما كوس عبسم بجور كي هرانتيسا أما سيد جور يعرض الله تربيه ما ك وحلاب بحنا الله عين القرب جور كوس عبسم أرنتاس ترى هم بشيخ لو سب الدنيا إن القراء والله بهنا لما هو قريين عينكم بابا حخر سكيدون كيران وحن دين أخرين إيه ما هو وح مسكح لمصطفى كيين انت وقوب بضان اللي وح على غيابا وحي تجربة لقوها لي مويانا وح بضان إنه وح حخر سن كيو مادين ساد رادد مسألة بواقتة كقران أما علوم الإدارة هالنقطة أما الأخلاق الإسلامية هالنقطة أما كتب الزواج كأي مقومات كيس أي وحيابا يلعليني هالنقطة أدبك ترب بدين إيدنكم بيدن كيار تأخرسكم marka waa yaalin walilahi alhamd maktabada islaamiga ana maanta waa ku badan laakiin idinku isku dayana akhras badisan course waxaan u leeyahay la qaatan wax weeyaan culamada wax laga yaba ama tajaarib ay soo heleen han noqoto ama inuu ka akhras badna oo ay u fududaato inuu ku soo ururiyo han noqoto wax laga yaba la dariska maalin la jeediya waxaad bil ku qaadan laa akhraskiisu inuu nuqadka muhiimka odhan hal daris aad ka heli lahayd oo marka uu ku bidhaaminayo meelaha ugu noqon lahayd iyo wixii odhan That's why aanu leeyahay course qaata laakiin kutubtu waa buux walilahi alhamd isku dayuuna akhridan wallahu aalam ahadiithta nabiga iyo ayatka quraan inay dawa buux misalana sharxaya hatta hadaad kutub kala qaban kutub alhadith iyo quraanka iyo tafasiirta hadaad noqoto masaailka ama meelaha baytka lagaga waramayo dhan waa maliyana inaad adigu wax ka fahmi kari weydo un mooyane aad bay u badantay wallahu aalam